ناس كتير تابعت معانا قصه الحاجه زينب. احنا الحاله اللي بنطلعها بنفضل متابعينها، وبفضل متابعاها لنفسي بنفسي، وصلت لحد فين وايه اللي حصل. الحاجه زينب كانت اول حاله اتعرضت معانا في بيت الخير، انها ام وربت وتعبت، ام جدعه جميله مش عايزه تشحت، مش عايزه حاجه من حد، وعايزه تعيش بكرامتها. ولكن للاسف الشديد عايشه في العماره بتاعت ابنها، وعندها ابن تاني، وهم مقعدينها في الاوضه بتاعت الحمار. كلنا تأثرنا جدا اول حلقه، وكلنا زعلنا جدا، حاولنا ان احنا نساعدها، حاولنا ان احنا نتواصل معاها، ولكنها رفضت المساعده، كرامتها رفضت المساعده. تعالوا نشوف التقرير ده. شبرا الخيمة عند الحاجة زينب. الحاجة زينب حاولت انها تتواصل معنا، ومشكلتها انها بتقول ان ابنها عنده العمارة اللي انتوا شايفينها دي، او البيت اللي انتوا شايفينه ده، بس هو سايبها تقعد في الاوضة اللي قاعد فيها الحمار. الحمار اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة هو مقعدها في الاوضة بتاعت الحمار، وانا دخلت فعلا جوه وشفت الاوضة اللي هي قاعدة فيها مع الحمار، وشفت كل حاجة وحاجتها جوه، ولكن مرات ابنها وقفت لنا ومش عايزانا نخش ان احنا نصور ان هم مقعدين امهم مع في الاوضه بتاعه اللي قاعد فيها الحمار. شفتوا بعينكم، واتهمت ان انا طحت الشباشب العلب بالسكينه، وفضلت اعيط والطم على وش. طبعا كلنا تأثرنا جدا، بس خلينا إيجابيين، حاولنا نوصل لها بعد كده وحاولنا نساعدها، لكن الظاهر إن حصلت مشاكل كتير بعد ما احنا مشينا بينها وما بين ابنها ومرات ابنها، وشكلهم إن هم يعني ضايقوها جامد. خافت، كانت هتجي لي هنا الاستوديو، خافت إنها تيجي وخافت تصور، وقالت لنا لا مالكوش دعوة بيا وسيبوني في حالي الله يخليكوا، كفاية اللي حصل. ما سكتناش، أدام جت عندي هنا مش هسيبها، هفضل وراها لحد ما أطمن عليها إنها بقت كويسة. بعتنا لها حد من الاعداد، تعالوا نروح نشوف التقرير. ايه الحل؟ الحل مش هروح. ليه طيب مش عايزه تيجي؟ لا هيبهدلنا. هو ضربك المره اللي فاتت؟ هيبهدلنا اخر بهدله، هو بهدلنا الدور اللي فات. يلا الله يسهل وحنن علينا. قال لك ايه يا امي؟ اللي قاله قاله بقى، الله يسهل. اللي قال ما بيتقالش يا ابني، حاجات ما تتقالش، حاجات وحشه. شتمك؟ ومتخرج ومتخرج من الاخطاء، انا مخرجاه من الاخطاء. حافظ 30 جزء. يعني ابنك ده في ازهر؟ ابنك الكبير امين الشرطه ده كان في ازهر اللي بيضربك وبيشتمك ده؟ خرجاه من الازهر. خرجاه ومعاه ثانويه عامه قد الدنيا، ودخلت الكليه ما رضيش يخش الكليه، قدمت له في الشرطه. وقال لك ايه بعد ما احنا مشينا لما المذيعه كانت معاكي؟ اتكتم واحد قال لي هذا ابو، والناس يقولوا له كده عيب كده غلط، ده دي ام، ده دي ام. قولي لا، ازاي انها تجيبهم، ازاي انها توريهم البيت هنا، ازاي انها. طب ما هو معيشك في قلب الاوضه مع الحمار، هنعمل ايه طيب؟ واللي مش عاجبك ده بيتي وانا حر فيه، ده بيتي وانا حر فيه، مكتوب في الحكومه، انت مالكش حاجه عني. يعني بيقول لك لو مش عاجبك ده بيتك. بيتي وانا حر فيه. مش هو بيتك؟ لا بيته هو.
بس هو خده منك. اه بيتي وانا حر فيه. يعيشك مع قلب الحمار؟ اما مش عاجبك امشي. قلت له لا ما امشيش، امشي اروح فين؟ راح الناس اللي واقفين غلطوه قالوا له كده غلط، ده دي ام. لو انت قاعد في شقه بالاجره قاعده معايا. لو انت عايز شقه لو انت معاك شقه بالاجره قاعده معاك، ده دي ام. الناس صراحه قالوا له كده غلط كده عيب. قالوا كل الناس اللي واقفين قالوا له غلط. آه. عشان بيجري وراكي في الشارع. اه قالوا له كده غلط كده عيب. طب واخر اخر الموضوع وصلتوا لايه دلوقتي يا ام؟ وصلنا كل واحد في حاله. ملوش دعوه بيكي. اه وسايبك في الاوضه تحت السلم زي ما انا. قاعده زي ما انا. طب ما احنا كنا عايزين نساعدك وتيجي عشان الناس تشوفك، تشوف قصتك. انت خايفه. هيبهدلنا. هيضربك تاني؟ هيبهدلنا. ده خوفك عشان كده مش عايزه تيجي معانا. ما تعيطيش طيب. منو لله. طب انت عايزه ايه مني دلوقتي يا ام؟ انا ممكن اساعدك ازاي ولا البنات تساعدك ازاي؟ الله يبارك لك. الله يكفيك شر المرض. الله يسهل لك يا ابني، الله يفتح لك باب الرزق. الله يخليهم لك، الله يهديهم طيب. بعتنا لها الاعداد يونس اللي كان بيكلمها من فريق الاعداد ورفضت انها تيجي. شفت انا الفيديو من هنا قلت والله ما هسيبها، مش هسيبها غير ما اطمن عليها. عرضتها تاني وخطبنا وزاره الداخليه، وبشكرهم جدا 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 على المجهود اللي عملوه لانهم ساعدونا كتير. وما سبناهاش لحد ما اتاكدنا ان انا بعت محامي من عندي لاولادها عشان اضمن يكتبوا على نفسهم ان هم هيقعدوها في شقه في العماره الطويله العريضه اللي عنده دي. هو بيقول ان هو اتخانق مع مراته ومشاها، دي مش مشكلتي انا، ماليش دعوه بالقصه دي، انت ومراتك احرار مع بعض. انا مشكلتي في الست دي ان انا اطمن ان الست دي كويسه وهفضل وراها وهفضل اطمن عليها كل شويه. فبعتنا لها محامي امبارح، راح مضوا اوراق ولادها ان كل واحد من ولادها الرجاله هيلتزم بمرتب شهري ليها تعيش منه، وان هم ملتزمين ان الشقه اللي هيدوها لها دي تقعد فيها لحد ما يحلى. لا مش هقول لحد ما ربنا يفتكرها، ربنا يديها يا رب طول العمر والصحه. وصورت الكلام ده عشان اوريه لكم، تعالوا نشوف. الحاجه زينب هي طبعا الاستاذ طه والاستاذ حسين دفعوا يوفروا لها 500 جنيه كل شهر، كل واحد عندها 500 جنيه شهريا يلتزموا بيها هم من نفسهم، محدش يلزمهم، هم دول احرص على امهم. وهيوفر لها مكان كويس تقعد فيه، واحنا كبرنامج وكاداره كونيه مع البرنامج هنتابع اول باول الاجراءات دي ونتاكد منها، بس الناس صادقين في اللي بيقولوه وملتزمين بيه وهم حريصين كل الحرص على والدتهم. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وبنشكر اسره البرنامج على تفاعلها مع المواطنين ودورها الايجابي في المجتمع. احنا نحل المشكله ومفيش اي ده، كل موضوع سوء تفاهم، والحمد لله احنا عند الاستاذ ياسر وحلينا المشكله كلها. واللي هي عايزاه احنا تحت امرها في الكبيره والصغيره، وبرضه هي والدتنا ولا هتطلع مننا ولا نطلع منها. قال لي ما فيش مشاكل، والحته اللي انت عاوزاها اقعدي فيها، وانا ماليش بركه الا انت وانت امي وانا ابنك برضه وهو ابني، وانا ما ارضاش ارد له الضروره ولا ارد له حاجه. طمنا عليك ان شاء الله. الله يخليك وطمنا عليك يا رب. اتفضلي يا ماما، نورتي وشرفتي. نورتي وشرفتي يا حاجة زينب. أنا عايزة أقولك إن إحنا هنفضل متابعين معاكي، بس أي حد يضايقك أي حاجة تحصل، الجيران عندك معهم أرقامنا وإحنا بنعرف أخبارك من الجيران اللي حواليكي. بس قولي بس إن أنا متضايقة أو في حد ضايقني أو حد هني أو حد جه عليا، هتلاقينا عندك على طول، ما تقلقيش. والدعوات اللي دعتيها لنا كلها وصلت لي وأنا متابعاكي أول بأول، ويا حبيبة قلبي أنا مبسوطة دلوقتي إن أنتي مبسوطة، دي أهم حاجة عندي، أنا مش عايزة حاجة أكتر من كده.